محمد محمد زبون المعاويل ترقى لك الدنيا الدنيا وهي تنظر الفوق. بسم الله الرحمن الرحيم يا ابو سلمان وبه نستعين ومنك يا الله طلب السداد والتوفيق والنجاح يا رب العالمين. أسعد الله صباحكم بالخير والمحبة والمسرة من على أرضية هذا الميدان في هذه اللحظات. أيها الحفل الكريم، أيها المتابعون الكرام، أتقدم بالشكر الجزيل لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يحفظه الله ويرعاه من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. الشكر لولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يحفظه الله وأطال الله بعمره يا رب العالمين. شكرا لصاحب السمو الملكي الأمير، شكرا لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة. الشكر لصاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس الاتحاد السعودي للهجن. هكذا وعلى بركة الله تعالى مشاهدينا ومتابعينا الكرام انطلق رابع الأشواط ورابع التحديات في هذا الصباح مع انطلاق الثاني أشواطنا للقعدان اللي جاية مع لقاء الأبطال ولقاء الإثارة. نرحب ونحيي بجميع الضيوف القادمين من أنحاء ميادين الخليج، فالدار ترحب بمن حضر بمن تواجد في دار سلمان. كلنا ربع واخوان أسير بحضراتكم لنتابع وتتابعون المجريات مع البداية ومع الصدارة مع الانطلاق والتحدي الأول. لنتابع انطلاقة وتحديات عبد الله بن طويرش، من يقدم لنا مربح مع البداية ومع الصدارة بانطلاقة عبد الله بن طويرش الوهيبي، يقدم لنا مربح مع أول الأسماء المندفعة، بينما المركز الثاني بمركز الوصافة القدوم والتواجد من محسن بن حمد المرزوق الرشيد مع مبلش على المستوى الثاني. ثالثا نتابع وتتابعون الأسماء القادمة والمتقدمة في هذه اللحظات الواصل. سعيد بن خالد بن سعيد آلف فهيد المري مع الطاير القادم والمتسلل، بينما المركز الرابع نتابع وإياكم القدوم من دليل بن حمد بن عبد الله الفهيد المري مع شاهين. وخامسا أتابع الأسماء القادمة الأسماء المتسللة في هذه اللحظات القدوم والوصول من إحدى الأسماء الواصلة. نتابع وإياكم هنا لحظة وصول الأسماء والشعارات القادمة والمتسللة في هذه اللحظات. موسى بن عبد الرحمن بن محمد شروي مع حطاب القادم والمتسلل. هكذا اتممنا على مسامعكم مشاهدينا الكرام الخمس المراكز المتقدمة الباحثة عن المجد التليد الباحثة عن النوماس والانتصار. يا مالك مربح 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 عبد الله بن طويرش الوهيبي الوهيبي، من يقدم لنا شعاره باحثا عن الأمجاد باحثا عن النوماس باحثا عن الحضور في هذا المهرجان الكبير والغالي. بن طويرش يسيطر السيطرة التامة، بن طويرش واللحى بدرية واللحى بدرية. أهدى يا مالك مربح الأسماء القادمة الأسماء القادمة الأسماء الواصلة، أوصلوا في هذه اللحظات أوصلوا الباحثين عن النوماس. الكيلو الأخير الكيلو الخطير الكيلو المثير، كيلو بن طويرش كيلو بن طويرش، يتتعبهم يتعبونك، ما في رحمة ما في أيات رحمة
رحمة، ما في أيات رحمة، ولكن القادم هنا محسن بن حمد آل مرزوق الرشيد مع مبلش هو القادم والمتسلل، ولكن خلونا مع الكادر ومع انطلاقة مربح 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 طار 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 مع الأمتار الأخيرة الأمتار النهائية. بن طويرش بن طويرش بن طويرش بن طويرش بن طويرش حلق بن طويرش حلق، أمتار جنونية أمتار مثيرة يا عبد الله يا عبد الله. الله 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 الله، لحظات أخيرة لحظات مثيرة، لحظات الحسم والعزم، لحظات الشدة والهمة، فإن اشتدت فالأسماء تشتد. وصل وتقدم هنا محسن بن حمد الرشيد، مبلش ومربح مربح ومبلش، اللحظات الأخيرة اللحظات المثيرة، ولكن مربح مربح مربح، أنت الرابح أنت الرابح. سلام للأشقاء، سلام للسلطنة، سلام للسلطنة، تحية 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 لمالك مربح. وخط النهاية يستقبل هذا البطل بكل احترام وتقدير عبد الله بن طويرش الوهيبي. ثانيا محسن بن حمد بن محمد المرزوق قال رشيد مع مبلش، وثالثا فكان الوصول مع اندفاعات موسى بن عبد الرحمن أشلوي مع حطاب، ورابعا شعار محمد بن ناصر بن حمود الهاجري. خامس الأسماء مشاهدين الكرام ومتابعين الأعزاء، نشاهد وإياكم في هذه اللحظات التوقيت الزمني وملخص شوطنا السابق المليء بالإثارة وبالقوة وبالندية، وكان مربح هو العنوان والمدون لمالك عبد الله بن طويرش الوهيبي هذا النماس، وهذا الانتصار. مربح قاطع قاطع مسافة 4 كيلومترات بتوقيت زمني وقدره 6:11.46 بين المركز الثاني مبلش، كذلك بشعار محسن بن حمد المرزوق الرشيد 6:12.14 ثالثا فكان حطاب بشعار موسى بن عبد الرحمن الشلوي 6:17.94